انا هكلمك النهارده عن عادل امام وفتنة شريف عامر. الراجل بيكلمك في التليفون يا شريف عامر، فانت بتقول له انك انت علمت ولادي عربي. ليه؟ هو عادل امام ده مدرس لغه عربيه مثلا؟ يعني انت الراجل بيقول لك قول لي امتك او امتي عندك تقول له انك انت علمت عيال عربي؟ مش تقليل انه هو علم ولادك عربي، كونه علم ولادك عربي حاجة حلوة جدا، بس يعني ده راجل ممثل، فانت مثلا هتكلمه عن افلامه، عن الارهاب والكباب، عن الافلام اللي عملها كتير قوي، جزيرة الشيطان، سلام يا صاحبي، الحاجات دي، عن حتى الافلام القديمة. انما بتقول له انت دورك او انا بحبك عشان انت علمت ولادي عربي، فشيء طبيعي جدا ان هو يرد عليك ويقول لك الرد اللي هو قاله، هو رد منطقي جدا جدا، اللي هو انت عايز تعمل فيها ابن ناس، عايز يعني تورينا انك انت بتتكلم انت وعيالك انجليزي. خلي بالك كمان ان دي حاجه بره السياق، يعني انك انت حاجه احنا ما نعرفهاش، انك انت راجل بتتكلم انجليزي انت وعيالك، حاجة برا السياق، حاجة مش متوقعة يعني بالنسبة له هو وبالنسبة له وبالنسبة لكل الناس. يعني أنا بالنسبة لي أنا فوجئت بصراحة إنك أنت راجل كنت بتتكلم إنجليزي أنت وعيالك والكلام ده، فاكر إنك أنت عادي بتتكلم مع عرب. فيطلع إن عادل إمام في الآخر دوره في حياتك إن هو كان بيعلمها لك اللغة العربية، لأن هما كانوا بيتفرجوا على أفلام. طب ما هم لو اتفرجوا على برنامج طبخ ما هم هيتعلموا العربي، لو اتفرجوا على الشيف علاء الشربيني هيتعلموا اللغة العربية منه، يعني هيفهموا هو بيتكلم ازاي وهيعرفوا عربي. لو اتفرجوا على فيلم كرتون مدبلج هيعرفوا العربي، لو سمعوا اتنين في الشارع برضو هيعرفوا العربي ازاي ويتكلموا عربي عادي. يعني ايه بقى دخل عادل امام في العربي؟ ايه ده يا عم الحاج؟ ايه هو ده؟ مش كده، لا مش كده.